ولا يمكن أن ينكر أحد على كون أن الفئة التي يطلق عليها الباعة الجائعين التي ننتمي إليها كشريحة مجتمعية تشغل اليد العاملة وتخرج فئة عريضة من المواطنين من جحيم البطالة ومن جحيم الفقر والتيهان وغيرها. إخواتي أخواني، بناء على الدور الاجتماعي التي تلعبه هذه الفئة في استقرار اجتماعي لشريحة من مختلف الأعمار والأوساط والفئات والمستويات وغيرها. هاد الناس هادو قسما بالله العلي العظيم، إذا استحمرونا واستعبدونا، لأن في مهرجانات، ما خلينا مهرجانات ديال ولاد مبارك، مهرجانات ديال ولاد مشير، مهرجانات ديال بيران زران، والجيريات ديال العدالة والتنمية، أنا نستعد في هذه اللحظة يجي عضو من أعضاء البي جي دي سواء عبرو أو لا غرمار أو لا قداري أو لا عند العقيد يواجهني، تواجه معايا تبادل الحوار. يوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم ضغوخ خالد، رئيس جمعية الأمل للتنمية والتضامن. تكلمنا على عندنا ملف ديال الباعة الجائلين في سوق سبتة وبيرين زران. الموضوع هو الاستفادة. المشكل اللي عندنا مع رئيس الجماعة على حسب كانوا داروا معنا بلانات وهذا وما وفوش بالعهود ديالهم. دابا كنطالبوا المجلس البلدي باش يوفي بالعهد ديالو، واخا ما تكونش مثلا ما يكونش الهدف في الساحه ولا صور فروسيه، ما يكونش لوكال تما، يعطيونا في شي ارض وحده اخرى، لان ما يمكنش حنا موعد الناس ومخدم معهم فلوس ماديا ومعنويا وفي الاخر ما يكون حتى شي حاجه. لهذا كنطلبوا من المجلس البلدي ورئيس المجلس البلدي باش يشوف الموضوع ديال الباعة الجائلين بسوق سبته وبيران زران والخبازه ويسوي الوضعيه ديالنا في اقرب وقت، سينو غتكون وقفات احتجاجيه وغندافعوا على هاد الناس هادو ولو نوصلوا حتى للرباط حتى لدوان المظالم نوصلوا معهم فيما بغاو، لان ما يمكنش يدوزوا بين انتخابات ويخليونا بحال هكا. رانا غنتابعوهم قانونيا وفعليا باش ما كان غنتابعوهم. على كل حال بالنسبه للتنظيم ديال الباعه الجائلين، يعني الواقع ديال مدينه القنيطره كيشهد بانه فعلا كاين هناك فشل تدبير المسؤولين ديال هذا ديال الباعه الجائلين. وحنا الان كان اللقاء حول الموضوع ديال الخبازات سوق سبته وجيت بيرن زران الى اخره، كان مجموعه الناس اللي اصلا تقدمت لهم وعود وكانت التزامات. اذا وحاليا بعد مرور واحد سنوات المآل ديال داك الشيء ما كانش عنده كاش النتيجه، وبالتالي يعني هذا الامر يعني خص الناس تلتزم بالوعود، وبالتالي لان هذا الشيء عنده نتائج سيئه يعني كتشوف واحد الاحتقان وارتفاع منسوب ديال هذا فعلا ديال القلق اللي صافي في الاوساط من خلال التدخلات ديال الاخوان بالمناسبه، ثم حتى المشاريع اللي كانت دارت قبل لانها كانت فاشله وما كاينش فيها احترام ديال القوانين وكان تجاوزات فقط لان كان التعامل مع واحد المنطق منطق انتخابي وهذا ماشي حق ماشي سليم. خصنا اذا كان الفكره فعلا تنمويه حقيقيه يعني كتهتم يعني كتحترم الشروط القانونيه والضوابط باش ممكن، وكتهتم بالاهداف وليس بالاجرام. لان يعني كتهتم بالاجرام كتقول انا درت كذا درت سوق درت كذا دخل 50 دخل 60 دخل 70، ولكن خصني انا النتيجه هو فعلا المتضرره الى اخره. ثم مساله اخرى اللي كنسجل عليها حقا تعتبر مستفزه هو مساله ديال التمييز في العمل ديال الاستفاده. كتعرف الناس اللي هما عاشوا سنوات في المجال، ثم احيانا كان الناس اللي بعض اما كنعتبرهم دخلاء ولا كتكون شي اعتبارات ولا كيكون شي نفوذ ما وكيتم الاستفاده ديالهم على حساب، وهذا الامر خطير جدا لان كنتكلموا حتى المساواه في الظلم يعني عداله، وبالتالي حرام انه يكون التمييز راه امر خطير جدا. هو طبعا حنا كنعتبروه جريمه، حرم القانون، حرم الدستور، حرم الاتفاقيه الدوليه اللي كنهنوا منها في مجموعه ديال الامور. وبالتالي حنا كندعو جميع المتدخلين سواء كان المجلس الجماعي سواء السلطات سواء اللي الفاعلين اللي كيطالبوا انه بارتقاء بالوضع ديال الباعه الجائلين القطاع الغير مهيكل يدافعوا على هذا الملف ويكون وفق الضوابط كذا الضوابط والاحترام والبحث عن المضمون الحقيقي لتنظيم هذه الشركه. خلاصه القول هاد الناس هادو عطاونا وعود، و
وتكرفصنا معاهم تكرفيس، نساو حملات انتخابيه شو دوزنا معاهم. وهذا عبد ربي اللي قدامك عندي ثلاث شواهد تقديريه، وهاد الناس هادو حيدوا لنا ارض فروسيه، قال لك حنا غنعطيوها للارتيزانه. هاد الارتيزانه راه عندهم كل محوانتهم، حنا كنشوفوا الناس اللي كيبيعوا شنو في الزنقه، معرض للشتا الشمس لاي حاجه، احنا راه عينا بهذا الشيء هذا، وتيوعدونا وما تيقوموش بالواجب. حنا ما كنطلبوا منهم والو، ما يعطيونا حتى شي حاجه، حنا يشوفوا معنا واش قلنا تمشوا للفوارات، واش هذا ماشي ظلم؟ وحنا راه سيدنا دار التنميه البشريه التعاون باش نعيشوا العيش كريم، باش هذا البيئه المتجول يعيش حتى هو، ماشي حنا. وزيدون ملي كنقول لهم كاين واحد الارض في البلاصه الفلانيه، تيقول لك هكا غنشوفوا، سنقوم بالواجب، سغنديروا، وما كنشوفوا والو. حنا ما طلبنا من الناس والو، حنا ماشي ضدهم، حنا يعطيونا حقنا، حتى حنا مواطنين، حنا مغاربه، عندنا وليداتنا مكرفصين، كيعرفوا الحال ديالنا، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى هاد الناس هادو يشوفوا بحالنا وبحال الناس. وحنا كنطالبوا بهذا الشيء اللي عطانا سيدنا الله ينصرو، وجميع المسؤولين تبارك الله عليهم عاونونا، ولكن ما لقيناش الحل وما لقيناش البديل. عندنا وليداتنا، الصهد ديالنا، الشتا ديالنا، الشمس ديالنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. كنا في صورة ورجعنا في صورة واحدة أخرى، دبالينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.